بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير ونهانا على كل شهور مشهونة. بس أسوي هذا كون جبت هاي الطريقة من تركيا عشان على طول نسويها بالماء. هذا شوية تغير أخليت بها الدهن. أي نوع دهن عندكم؟ كلش طيبة وبسرعة تصير كلش يعني خيالي. تقدرون تحطون بها ملح، يعني ما هقدر بيها الملح. حطوا إذا عدنا فطار شوية، ما على طول من يجي الفطار نقدم لي شاهي. يعني عن هنا حطيتها على النار، سويت ثلاثة سوي واحد بلا. تقدرون تحطون بيها فلفل اسود، بهارات، ايش ما تريدون تصير وياها، كلش طيبه. هذا ما عندكم الاسمول هذا الدهن، تقدرون اي دهن عندكم تستعملوه مع هذا الدهن. حتى مرات نسوي اكله اسمه عندنا خطار هذه مع الأكلة، نقدر نقدمها هيك مثل سناك. ريحتها كلش طيبة. لا تغطوها بكلش بسرعة تصير. بدي افتح لكم واحدة صارت. صدقوني كلش ريحتها طيبة. هاي التركية شفتها، هاي اسكي شهير. احنا على طول نسويها بالماي، اني ما اعرف غير بالماي وعلى الفحم اعرف بس هاي طريقتين. بس هذه قالب مع شوية زبدة، وهذه عجبتني الطريقة وجربتها وكلش طيبة. قلت خليها تسويها قدامكم، لخص الاطفال تعرفون يحبون هاي هاي الشغلات أكثر من الأكل. كلش طيبة، ما مطيبة. ونسى بالمطبخ للعلم، ها من البوشة. هاي صارت راح اطلع هاي الشوف كلش بسرعة تصير، لأن هذا تازة. إذا هذا معدكم كثير تقدرون تخزنوا للعلم، تخلوا بكياسة وتخلوا مع شوية ملح بس بلا غسل.
رومي كلش كلش طيبة كلش بسرعة ما تصير. إن شاء الله الكل يجربوها والكل يعجبهم. إذا يعجبكم اعطوني رأيكم. شكرا على كل الشاكرين.